والحين ننتقل وياكم إلى مركز البحرين الدولي للمعارض حق نغطي لكم الخمس معارض اللي موجودة. وصلنا المعرض، المعارض اللي موجودة معرض المنزل الحديث والصحة والجمال والتكنولوجيا ورائد النهضة، يعني أربع معارض. المعرض مفتوح اليوم الخميس والجمعة والسبت من الساعة 10 إلى الساعة 10. مثلا هذه المحل من المحلات المشاركة، عرض النوافذ والأبواب وحتى حلول الإنارة. هذه المحل عندهم UBVC ويندو ودور عازل للصوت وللغبار وضمان 25 سنة. عندهم طريقتين للفتح، هذه الأولى والثانية، والثانية بهذه الطريقة. وهذه التور مالهم بهذه الطريقة. ومني الأمور عندهم حواجز سلامة حق البرك السباحة وحتى حق الدراي، والحلو فيه انه ليد يعني مع الماسكة في هذه. الباب ما شاء الله عريض، عرضه 4 أصابع من أصابعي وضد الحريق وعازل صوت. وهذه باب ينصك بثلاث قطع. هذه جراج من الجراجات، وهذه باب من الأبواب الموجودة في المعرض. هذه الويندو شتر حق البيوت، حل حلو يعني ويا الستاير. هذه مركز الرعاية الصحية، عندهم مصعد متحرك حق كبار السن تحطونه عند الدرج. مساء الخير، بنانا كلينيك هي عيادة متخصصة في تنزيل الوزن عن طريق جراحية وطرق غير جراحية. طبعا نحن تنزيل الوزن بيتم عن طريق العمليات الجراحية أو حتى البالونة المبرمجة أو البرامج الغذائية. حياكم في عيادتنا في الدوسيتي مقابل مستشفى الملك حمد لتقديم أي خدمات ومعرفة كيفية تنزيل الوزن. كوهجي بارك عندهم الأرضيات مثل الحدائق المطاطية، وهذه شغلهم في حديقة شيخ خليفة في الحج. أسعارهم تبتدي للمتر المربع من 18 دينار، وفي بعض الأحيان تبتدي من 22 دينار للمتر المربع. هذه المحل عندهم الأسقف وعندهم الجبس وعندهم اللي حق الأطواف، يعني ما شاء الله لقوة الأبلاش شغلهم وايد حلو.
هذه الليفة الاستحمام للأطفال، هذه طريقة استخدامها. منه فيها نفس الصابون تقريبا، هذه الليفة عقب ما نفخ فيها اليد، وما تحتاج لماي لتنشيفها، مجرد انك تمسح بالكلينست عليه وخلاص، ويعطيك نعومة حتى في اليد وفي الملمس. هذه غطاء حق السرير يمنع مرور السوائل، ومناسب حتى حق جميع أفراد الأسرة. هذه طاقية استحمام للرأس بدون ماء حق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنباع عندهم بعد. مركز الفردان للعلاج الطبيعي حق ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، عندهم جهاز يعالج الحالات. هذه جهاز البانتوم اللي هو في مركز الفردان، يسهل على اليهال إنه يوقفون ويقعدون من ذوي الاحتياجات. الطريقة اللي يتعاملون فيها مع هالجهاز طريقة ممتعة، ما بحس إنه هو قاعد يتعالج بل هو قاعد يلعب. الكراسي المتحركة موجودة في مركز الرعاية الصحية المنزلية، وحتى أرضيات الأحذية الطبية. انتهت تغطياتنا حق المعرض مستمر مثل ما قلت لكم إلى يوم السبت من 10 الصبح ل 10 في الليل.